خلينا نروح بقى للاخبار اللي عندنا النهارده ونقول لحضراتكم ايه الاخبار، سواء في الفيفا بقى بيتكلم ازاي عن هذه المباراه وبيتكلم عن المباراه القادمه، هنتكلم وهنشوف اخبار كل ما يحدث في او عن النادي الاهلي في بطوله العالم للانديه. اول خبر هيكون معانا النهارده وده من الموقع الرسمي للفيفا، الشحات يصعد بالنادي الاهلي الى السيمي فاينل لملاقات البايرن. كيميتش برضو من الموقع الرسمي للفيفا، واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي موجودين في نادي بايرن ميونخ، بيقول اكبر نقاط قوتنا هي عقليتنا ومهاراتنا. اما من الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي وليد سليمان يستكمل تنفيذ برنامجه التاهيل. ومن الموقع الرسمي للنادي الاهلي، مران استشفائي للاعبي الفريق. اما من في الجول للاهلي وبايرن، كلاكيت رابع مره باهداف الخطيب وماتيوس وبركات وشريف. اما من سكاي نيوز، الحلم ممكن، هكذا فعلها الاهلي في 1977. اما حساب سان داونز على تويتر قال تهانينا للاهلي، اجعلوا افريقيا فخوره بكم. هو ده الاحترام وهو ده الكلام، ودايما الافارقه يقفوا مع بعض تبقى حاجه جميله زي ما حضراتكم شايفين. اما من الموقع الرسمي للبايرن، البايرن يواجه الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. ومن يلا كوره، مران الاهلي تدريبات بدنيه لثلاثي الفريق وموسيماني يحفز أفشة. اما بيلد الالمانيه، هذا هو منافس البايرن في نصف النهائي. زي ما حضراتكم شايفين اخبار كتيره بتتكلم منها الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الموقع الرسمي للفيفا، العالم كله يتحدث عن المباراة القادمة لبايرن ميونخ أمام النادي الأهلي. نادي الأهلي ممثل إفريقيا وممثل العرب حاليا في هذه المباراة، سيكون نادي الأهلي هو ممثل إفريقيا وممثل العرب، وطبعا بالتالي هو ممثل مصر في هذه المباراة. أعتقد أن العالم العربي كله والعالم الأفريقي كله والدنيا كلها هتتفرج. طبعا هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي، هنطلعهم بره الحسبة دي خالص، خدوا بال حضراتكم، لأنه في النهاية النادي الأهلي من المفترض أن الكل، وهم قلة بالمناسبة يعني، وأنا بتكلم هم قلة، ولكن النادي الأهلي الحقيقة هو الممثل الوحيد دلوقتي للعرب في هذه البطولة الرائعة والكبيرة. العرب